وخلال جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أكد مساعد رئيس حزب العدل للقطاع الاقتصادي حسام عيد أن الجلسات شهدت الحديث عن أهمية البورصة المصرية خلال التحديات العالمية الراهنة، وذلك في ظل ارتفاع تكلفة التمويل في الشركات. تحدثنا وطرحنا رؤية لأهمية دور البورصة المصرية في خلال التحديات الراهنة وما يشهده الاقتصاد العالمي في ظل الظروف الراهنة والأزمة المترتبة على الأزمة الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا مطلع العام الماضي، وتحدثنا عن دور البورصة المصرية وأهمية تنفيذ برنامج الطروحات في ظل ارتفاع تكاليف التمويل بالنسبة للشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية. تحدثنا ويعني أبرزنا أهمية هذا الدور وضرورة تشكيل مجموعة اقتصادية للبدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والترويج الجيد للشركات المقيدة ببرنامج الطروحات الحكومية، والذي يمثل أكثر من 32 شركة ويمثل أكثر من 18 قطاعا بالاقتصاد المصري، لأن ده هيكون ليه مردود إيجابي على الاقتصاد المصري.